ما زلنا في أحداث اليوم وقمة ألمانية فرنسية تشهدها العاصمة الألمانية برلين، حيث يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة العاصمة الألمانية لبرلين لإجراء محادثات مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل. على كل حال، الحديث عن أهمية القمة والملفات الموضوعة بين الجانبين، تنضم إلينا الآن عبر سكايب من العاصمة الفرنسية باريس السيدة كاترين جابر الباحثة في العلاقات الدولية. أستاذة كاترين، نرحب بك إذن معنا في هذه الساعة. تحياتي لك وللمشاهدين. ما هي أهم الموضوعات التي برأيك ستكون حاضرة بين الجانب الفرنسي والألماني، أو تحديدا بين ماكرون وأنجلا ميركل؟ طبعا يعني هذه القمة هي تأتي في أطر متعددة. طبعا الأول هي تأتي بعد قمتين، قمة الدول الصناعية السبعة وأيضا قمة الناتو في الأسبوعين الماضيين. أيضا هي تأتي في قبل يعني المجلس الأوروبي الذي يعني سينعقد في 24 و25 من هذا الشهر. أيضا هو زيارة تعتبر يعني كما اعتبرتها الصحف بأنها الزيارة الأخيرة للرئيس إيمانويل ماكرون إلى المستشارة الألمانية أنجلا ميركل قبل أن تغادر السلطة في ألمانيا، وبالتالي هو يريد أن يذهب لها لمناقشة ما جاء في القمتين السابقتين. هو يريد أيضا من جهة أخرى شكرها على تعاونها في السنين الماضية على مستوى العلاقات الثنائية الألمانية الفرنسية، وأيضا يريد ترتيب معها الموضوعات التي سيتم مناقشتها في الجلسة المقبلة للمجلس الأوروبي. نعم، وكأني أفهم من حديثك يعني أن ربما ملف العلاقات الشخصية، يعني علاقات الألفة بين المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ستكون هي الحاضرة الأول في هذه القمة. صحيح تماما، هو الـ يعني الملف يعني الأهم أو الأبرز. طبعا هو ليس الأهم بطبيعة الحال، ولكنه هو يريد أن يعني يضع ملامح القمة المقبلة أيضا، ويريد أن يفتح الصفحات التي تريد يعني فرنسا وألمانيا الدخول فيها في المرحلة المقبلة، أي ما بعد أنجلا ميركل وأيضا الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة. الملف الحاضر دائما على كل القمم سواء كانت الدولية أو العربية ما يتعلق بفيروس كورونا. فرنسا وألمانيا من الدول الحقيقة التي يعني قطعت شوطا كبيرا في عملية التلقيح لمواطنيها، إلى أي مدى سيكون هذا الملف حاضر في هذه القمة سيدة كاترين؟ نعم، يعني أصلا على جدول أعمال القمة المرتقبة أوروبيا في 24 و25 من الشهر من الجاري، طبعا هو ملف كورونا هو يطفو على السطح، وهو له الأهمية الكبرى من تلقيح، من تداعيات الاقتصادية للفيروس، من السياسات التي ستتبع لإنقاذ الاقتصاد وإنقاذ الشركات. إذن هو الملف الأبرز والأهم في القمة المرتقبة، وبالتالي هو يريد الرئيس إيمانويل ماكرون يريد الاتفاق مع أنجلا ميركل على يعني بنود الاتفاق فيما يخص كورونا، من تلقيح أيضا، من دعم يعني المستشفيات، من كل المستلزمات الطبية أيضا. من الجهة الأخرى أيضا هناك ملف المهاجرين الذي يريد طرحه مع المستشارة الألمانية، ملف أيضا الملف الخاص بالعلاقات مع روسيا وتركيا، رسم مرحلة جديدة من العلاقات مع روسيا وتركيا. هو أيضا روسيا سيدة كاترين ربما يكون ملف هامشي، ولكن دعيني أسألك في هذه النقطة، هذه القمة تأتي بعد جولة قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، لقاء روسي أمريكي كانت كل الأنظار مسلطة عليها، أنظار العالم. إلى أي مدى أيضا هذه القمة الفرنسية الألمانية هذا المحور سيكون له جانب في النقاش، خاصة أن العلاقات الأمريكية الأوروبية كان بها فتور لفترة من الفترات في عهد ترامب، ثم يعاود الآن أو يحاول دعيني أقول جو بايدن أن يعمل على عودة العلاقات مرة أخرى؟
نعم، لا استبعد بان يكون يعني ما جاء في نتائج قمه الناتو وقمه الدول الصناعيه السبع ولقاء بايدن بالزعماء الاوروبيين ولقاءه ايضا باردوغان ولقاءه ببوتين في المرحله السابقه، هذا يعني سيمثل محور هام في مناقشات ماكرون وميركل لاسباب متعدده. هو كيف سيتطور او تنعكس العلاقات او السياسه الامريكيه الجديده مع مجيء الرئيس جو بايدن تجاه الناتو وتجاه أوروبا، كيف ستنعكس على العلاقات الأوروبية داخليا وخصوصا على الثنائي الألماني الفرنسي، لأنه فرنسا نعم يعني كما لاحظت وكما شاهدت بأنه بالفعل هناك ترحيب كبير بالسياسات الأمريكية الجديدة. هناك فرنسا التي تقول بأنها تريد أن تكون حليف للولايات المتحدة، ولكن دائما هناك يعني وكما قال علانية الرئيس إيمانويل ماكرون، هو يريد استقلالية نوعا ما استراتيجية ودبلوماسية أوروبية بعيدا عن الولايات نعم المتحدة، وهذا لا يعني بأنه يبعد تماما عن الولايات المتحدة، بأنه سوف تكون فرنسا دائما حليف الولايات المتحدة، ولكن مع استقلالية نوعا ما استراتيجية في السياسات. وبالتالي هذا هو يتوقف أيضا على الرأي الألماني الذي تعتبره فرنسا في الفترة الماضية بأنه متذبذب وليس جاد في نعم مع المواقف، لا يتماشى بشكل كبير مع طيب الموقف الفرنسي. ألمانيا من أكبر دول الاتحاد الأوروبي بعد انسحاب بريطانيا، أيضا فرنسا أحد أعضاء الاتحاد الأوروبي بعد اعتزال الحياة السياسية من قبل المستشارة أنجلا ميركل والتي بالفعل أعلنت عنها. يعني هل سيكون هذا محور نقاش، كيفية التنسيق في الاتحاد الأوروبي بعد اعتزال أنجلا ميركل؟ نعم بطبيعة الحال، لأن هناك شيء مبهم حتى الآن هو السياسات، يعني حتى رأيت من يقول بأنه لن يكون هناك اتخاذ قرار ما بين فرنسا وألمانيا جاد، سواء على المستوى الصناعات الدفاعية أو السياسات العامة في الاتحاد الأوروبي جادة يعني أو ذات ملامح واضحة حتى منتصف عام 2022، لأنه أنجلا ميركل ترحل في سبتمبر المقبل، لا نعلم من سيخلفها بأي توجهات سياسية. اليمين المتطرف ينشط في أوروبا بشكل كبير، أيضا الرئيس إيمانويل ماكرون هو يدخل الانتخابات المقبلة العام المقبل، ولا نعرف حتى الآن أيضا نتيجة الانتخابات الفرنسية. صحيح. فننتظر يعني كل بطبيعة الحال ننتظر يعني من سيأتي إلى السلطة في فرنسا وألمانيا، وبالتالي ستحدد على هذا الأساس السياسات فيما بعد. أخيرا دعيني أسألك أستاذة كاترين على ملف اللاجئين، يعني هو أيضا من أهم الملفات التي تربط بين فرنسا وألمانيا سواء كان في الفترة الماضية أو حتى في الفترة الحالية، ما هو التعامل المستقبلي المنتظر في هذا الملف؟ عذرا لم أسمع السؤال. ما يتعلق بملف اللاجئين أستاذة كاترين، كنت أسألك يعني كيف سيتم التعاون إن كان هذا الملف من أهم أولويات السياسة الفرنسية والألمانية على مدار الفترة الماضية وحتى الحالية، كيف سيتم التعاون أو النظرة المستقبلية في هذا الملف بين الدولتين؟ نعم، هو الملف الثاني الذي يعني يشكل أهمية في النقاشات طبعا، يعني أيضا هو يتوقف أيضا على من سيأتي إلى السلطة في الفترة المقبلة. طبعا هذا يتعلق أيضا بالعلاقات مع تركيا، ملف اللاجئين والمهاجرين. طبعا هناك بعض يعني بعض هناك كان حديث في الفترة الماضية خصوصا في فرنسا عن أنه لابد من مواجهة هذه السياسات بشكل أوروبي بشكل أساسي، ولكن لا يمكن استخدام هذا الملف لتحريكه في الفترة الحالية لأجندات سياسية. يعني اليمين أو أقصى اليمين أو اليمين المتطرف في أوروبا هو يستغل هذا الملف بشكل كبير، ولذلك أرى بأنه في الفترة المقبلة سوف يتم تأسيس هذا الملف بطريقة أو بأخرى، ولكن لا يمكن أيضا اتخاذ سياسات حادة باتجاهه قبل سبتمبر المقبل، أعتقد ذلك. نعم، أنا بشكرك طبعا على كل ما تفضلت به في هذه المداخلة عبر سكايب سيدة كاترين جابر الباحثة في العلاقات الدولية، كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس.